تقرير انطباعاتهم عن السوبر المصري. الإمارات ومصر قلب واحد. اليوم سعيدين صراحة بالتواجد في حفل الاتحاد المصري والشركة المتحدة لإطلاق الشكل المختلف اللي راح يعمل إضافة كبيرة للكرة المصرية من خلال تطوير السوبر بحيث أنه يستوعب أيضا فريقين آخرين. اليوم تتكلم عن عدة مسابقات، تتكلم عن عدة فرق تسعى أن تتواجد في جميع المنصات، وبالتالي وجود أو خروج السوبر من أن يكون مباراتين إلى أن يكون أربع مباريات تعتبر التجربة الأولى على مستوى الوطن العربي، وهذه ريادة مستمرة للكرة المصرية في أنها تقدم دائما الأشياء الجديدة. في نفس الوقت الزخم اللي موجود للأندية المصرية دائما كان زخم كبير بتواجد الأهلي الزمالك بيراميدز المصري، فبالتالي شفنا أن نحن مع الأخوة في الاتحاد أن كل ما توسع عملية المشاركة راح يكون فيها فائدة أكثر، أول شيء للمشاهدين لما يجون سواء كانوا المسافرين أو المتواجدين في المنطقة اللي يحضرون من كل مناطق الخليج لمشاهدة المباريات في العاصمة أبوظبي، هذه بدل ما يروح لمباراة واحدة راح يكون عنده اليوم الفرصة أنه يشوف النادي الأهلي مثلا في مباراتين، وهذه تعطي زخم للجميع. يعني النادي الأهلي يكسب من عملية أنه يشارك في رتم مختلف تصاعدي، وفي نفس الوقت في قيمة مضافة كبيرة سواء كان من الناحية المادية سواء كان من الناحية الفنية، وبالتأكيد وجود الفرق الأخرى راح يحفزها أن المجال مفتوح لها للمنافسة المستمرة، مش شرط أنه دائما يكون عندنا فريق واحد فايز والبقية خسرانين، لا يكون الفريق فايز ولكن المصلحة حتى الفرق اللي تفوز البطولات أنها تسحب معها فرق أخرى تخلق منافسة للسنوات القادمة. نحن مجرد أدوات مكملة لرغبة شعبية ما بين شعوب البلدين، نحن في نفس الوقت نمشي بي ونشوف قدامنا كيف التلاحم اللي موجود على أعلى مستوى بين صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد وبين فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي في تقوية العلاقات اللي تخرج من أنها تكون فقط علاقات دبلوماسية إلى أنها علاقات اجتماعية، علاقات اقتصادية، علاقات صداقة ولحمة قوية في أصعب الظروف. كانوا مع بعض في الرخاء في الشدة دائما الدولتين مع بعض، فنحن في الجانب الرياضي نكمل هذا الجزء، نكمل هذا الالتحام اللي موجود ما بين الإنسان أو المواطن المصري والمواطن الإماراتي، علشان كذي نحن لما سافرين نحسن ببلدنا وأنت لما تجون عندنا تحسون ببلدكم، وهذا شيء يعني طبيعي. الدور اللي ما نغفله بعد دور وزارة الرياضة والشباب، دكتور أشرف صدقي قاعد يعمل منهجية للتعاون اللي موجود واستراتيجية مهمة. الإعلام المصري صراحة والإعلام الإماراتي لهم دور كبير في عملية التواصل وتحبيب الشعبين وتحبيب الرياضات مع بعض. على الجانب الرياضي المجال كثير مفتوح، في تعاون مستمر، يعني مش فقط في إطار كأس سوبر، ترى نحن في عندنا تعاون في جهات أشياء ثانية، مثل ما أقول لك في عندنا سباقات، في عندنا معسكرات تقام في مصر، نفس العملية في فرق مصرية تزورنا، في مشاركات موجودة على مستوى البطولات الدولية من ممثلين البلدين، يعني في البطولة العربية اللي في شهر البطولة العربية والبطولة الأفريقية لرفع الأثقال في شهر 10 أعتقد آخر 10 و11 ما أذكر التاريخ بالضبط، بس في عندنا فريق في عندنا نادي أبو ظبي لرفع الأثقال مشارك فيها بدعوة خاصة للعلاقات القوية اللي موجودة، في تعاون في المبارزة، في تعاون في كرة اليد، في تعاون كبير، وإن شاء الله راح تشوفون بعد في تعاون في مختلف المجالات. فكل من يعمل سواء كان مجلس أبو ظبي، الشركة المتحدة، الاتحاد المصري، الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، كلهم قاعدين يعملون لأن يحسون عمر لازم أو لابد أن يكملوا في التعاون اللي موجود على المستوى الشعبي. مصر هي التاريخ، مصر لما قالوا أم الدنيا دي كلمة صغيرة على مصر، يعني لما تقعد وتشوف التاريخ اللي موجود في مصر ما فيش بلد في العالم في التاريخ ده، في الثراء ده،
يعني حاجة لو تتكلم كل يوم ما تقدرش تقول اللي في مصر. بالتأكيد مختلف الوضع عن ماتش واحد وفريقين يلعبوا ماتش وخلاص، لا راح تكون في ندية أكتر، راح يكون في زخم أكبر، راح تكون في حضور جماهيري أكبر، التنافس راح يزيد، الجوائز اختلفت، فأتصور البطولة راح تكون بشكل مميز جدا، يعني بطولة 4 فرق خلال أسبوع، لا القصة مختلفة تماما، يعني حدث راح يكون مميز وحدث راح يكون متابع وزخم راح يكون كبير بالنسبة للبطولة هذه. العلاقة علاقة أزلية، ودائما احنا نقول مصر والإمارات قلب وشعب وكل واحد، يعني انا اليوم في مصر كاني في ابو ظبي، كاني في الامارات، والمصري نفس الحاجه. فده من زمان، ده شيء ازلي، يعني مباراه اقيمت مباراه ما اقيمتش، فالعلاقه هي علاقه ازليه ومستمره منذ زمن طويل. الشيخ زايد يعني ترك الدنيا الان من فتره طويله جدا، ولين اليوم نعيش كأنه موجود، لسبب، لأنه الخير اللي عمله الشيخ زايد في العالم كله خلاص تبقى ذكراه موجودة في كل مكان، وبصمة الشيخ زايد على الشعب من صغير لكبير موجودة وراح تستمر، يعني دي الذكرى اللي تركها الشيخ زايد كأنه موجود، وكل ما الوقت يصير وقت قديم من توفى كل ما يزيد قرب الشيخ زايد مننا أكثر. وإحنا يعني أنت وأنا شايفين التواصل المستمر بين القيادتين السياسيين عندنا في بين الإمارات ومصر، والتواصل الدائم بين القيادة السياسية سواء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه رئيس الدولة، سواء سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتواصل المستمر بين القيادتين والزيارات الرسمية والغير رسمية المستمرة، والشعبين يعني زيارة الشعبين اليوم نشوف الإماراتي في مصر يتعامل معاملة طيبة، المصري في الإمارات يتعامل معاملة طيبة، وده المفروض أنه يكون. يعني النادي الأهلي ده مؤسسة مختلفة، النادي الأهلي ده مؤسسة يعني اليوم لو رحت الوطن العربي كله مش هتشوف مؤسسة منظمة، مؤسسة لها تاريخ، لها تقاليد، لها إرث، لها نظام زي النادي الأهلي. تخش جوه تعرف حاجات يعني مستحيل في أندية عالمية مش موجودة فيها. فالنادي الأهلي لا، أنا بالنسبة للنادي الأهلي ده حالة متفردة تماما، يعني أنا ما أتكلمش عن البطولات، أنا أتكلم عن نادي كمؤسسة، وأيضا اللويالتي الموجود، الولاء اللي موجود من الجمهور للنادي، ما فيش كذا، ما فيش جمهور يعشق ناديه وعنده ولاء لناديه بالصورة دي. في أندية تحب أندية، جمهور يحب الأندية وجمهور متعلق، بس أنا أتكلم عن حالة متفردة النادي الأهلي وصل فيها ما حدش وصل فيها. انسى بقى البطولات والإنجازات والكذا، دي حاجات الأهلي يعني حاجات أنا أعتبرها بالنسبة له حاجات يعني ثانوية مش رئيسية، بس النادي الأهلي لا، مؤسسة مختلفة تماما. شوف نوعد الجمهور أن راح نقدم تغطية مميزة للحدث هذا، سواء الاستوديوهات على مستوى النقل التلفزيوني راح تكون تغطية مميزة للغاية، وأيضا نوعد جمهور الأهلي تحديدا أيضا في مباريات دوري أفريقيا لكرة القدم اللي هو السوبر ليج، راح نقدم أيضا تغطية مميزة لمباريات الفرق العربية بما فيها النادي الأهلي، راح تكون تغطية خاصة وخاصة جدا للجمهور الأهلي. بالتأكيد يا أخي كلمة ما أقدر أقول لك كلمة عن مصر، مصر يعني أكبر من كل الكلام، بالنسبة لي أنا أكبر من كل الكلمات، مصر مهما ما تقدرش، مصر لا ما تقدرش.
مؤتمر شيك جدا جدا، راقي جدا جدا، قيمة مصر يعني واضحة جدا، قيمة الرياضة المصرية في كلمات حتى الأستاذ عارف العوامي الأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي، ثم تعقيب الأستاذ يعقوب السعدي الذي حرص يقول لك الأهلي تجاوز الألقاب والنتائج بمكانته، والحدث حدث يفوق